السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الطلاب الأعزاء، طلاب الصف الثاني الثانوي، مع استكمال لشرح دروس منهج الصف الثاني الثانوي لدروس النحو. وتعالوا مع بعض كده نكمل درسنا الثالث ونخش على درس أسماء الأفعال. طيب تعالوا نشوف مع بعض كده يا شباب، إيه أسماء الأفعال؟ قال لك هي كلمات مبنية تدل على معنى الفعل، كلمات مبنية تدل على معنى الفعل، ولكنها لا تقبل علامة من علاماته، يعني لا يدخل عليها طبعا تاء التأنيث او مثلا ضمائر الى اخره الكلام ده كله، تمام؟ طيب وتنقسم من حيث الزمن الى اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل امر. اسم فعل ماضي، اسم فعل مضارع، اسم فعل امر. طب اسم الفعل الماضي زي ايه؟ هيهات او شتان او سرعان. هيهات او شتان او سرعان. طب هيهات بمعنى ايه؟ بمعنى بعده، شتان بمعنى افترق، سرعان بمعنى سرعة. طب السؤال بيجي لي ازاي؟ بيجي يقول لحضرتك مثلا استخرج اسم فعل وبين نوعه. بين ايه؟ نوعه. طب مش هتستخرج، هو بيجيب لك في الجمله مثلا هيهات مثلا حدوث زلزال مثلا في اي مكان مثلا قوي او ارض قوي، او هيهات حدوث مثلا بركان في مصر، تمام؟ يقول لحضرتك مثلا جمله زي كده، هيهات نوعه هنا مثلا هيهات بمعنى بعده، يبعد ذلك يعني قد يستحيل ذلك، تمام كده؟ يعني صعب حدوثه يعني. طب اذا دلوقتي يبقى هيهات هنا هيقول لك اسم فعل نوعه، هتقول له اسم فعل ماضي، اسم فعل ايه؟ ماضي، تمام كده يا شباب؟ فادي الفكره كلها. طب بمعنى ايه؟ بمعنى بعده، يبقى بيطلب نوعه ومعناه، نوعه ومعناه. طب شتان بمعنى افترق، يقول لك شتان بين العالم والجاهل. شتان يعني افترق بين العالم والجاهل، شتان الفرق، يعني هناك فرق كبير او شاسع بين العالم والجاهل. سرعان بمعنى سرعة، سرعان انتشار العلم في كل مكان او انتشار التكنولوجيا، تمام كده يا شباب؟ ادي الفكره كلها. طبعا هو سرعان بيعرف طبعا، او شتان او هيهات بيعرف حسب موقعه في الجمله اسم فعل ماضي مبني على الفتح، ويعرف يرفع فاعل وينصب مفعول به، يبقى اسم الفعل بيرفع فاعل وينصب مفعول به، تمام كده يا شباب؟ على حسب طبعا نوعه، حسب طبعا الاسم اللي وراه. طيب اسم الفعل المضارع، هناك بعض الاسماء المشهوره جدا زي اف، كما في قول الله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما. كلمه اف هنا بمعنى اتضجر، اظهر الضيق، تمام؟ اتضجر يعني اظهر ايه؟ الضيق. طب بخن بمعنى استحسن، كما تقول مثلا لصديقك مثلا او لصاحبك مثلا عندما يتحدث كلام بليغ، بخن لك ايها الصديق. او عندما تسمع خطبه مثلا من خطب الجمعه وتسمع مثلا الشيخ بيقول ايه؟ بخن لك ايها الخطيب. او مثلا انت تقابل الشيخ وتقول له بخن لك ايها الخطيب، يعني استحسن كلامك، كلامك مفيد، تمام؟ طب وي بمعنى اتعجب، خلاص كده؟ وي مثلا لهذه الحياه، يعني اتعجب من هذه الحياه، تمام؟ اهم بمعنى اتوجع، ويكون الوجع طبعا يعني نتيجه الالم جسدي. واهم بمعنى اتلهف، تمام كده؟ ويكون الالم معنوي، تمام؟ يقول لك مثلا اهم مثلا اذا مثلا صدمت في شيء، تمام كده؟ طيب ولكن واهن، اذا مثلا قلت واهن لك يا وطني، لو انت مثلا بعيد عن وطنك متلهف للعوده ايه؟ اليه مره اخرى. فدي برضه اسمها اسماء افعال للفعل المضارع. طيب ننتقل لاسماء الافعال اللي هي السماعيه، اللي هي اسم فعل الامر. صهم بمعنى اسكت، مهم بمعنى كف. طب يبقى هنا اقول صهن امتى؟ لما اقول مثلا واحد بيتكلم كتير بقول له صهن، يعني اسكت، تمام؟ طب واحد عمال مثلا بيشخبط مثلا كده، عمال بيخبط وعمال بيضرب، تمام؟ بقول له مهن، كف، بطل يعني، تمام كده يا شباب؟ طب امين طبعا بنقولها كتير جدا عند الدعاء، امين يعني استجب، تمام؟ هيا وهلم بمعنى تعالى، وحي زي ما نقول مثلا في الاذان بنسمعها يوميا، حي على الصلاه، تمام؟ فاذا دلوقتي حي بمعنى اقبل. طب ايه يعني زدني، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن الشريد، كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوما وركب مع النبي صلى الله عليه وسلم الدابه بتاعته، فسيدنا رسول الله بيساله بيقول له هل معك من شعر اميه بن ابي الصلت احد شعراء العصر الجاهلي وكان مشهور بشعر الحكمه؟ فقال له نعم يا رسول الله. فقال له انشدني، فانشدته بيتا، يحكي عمرو بن الشريد الحديث، يقول فانشدته بيتا، فقال ايهن اي زدني، فانشدته بيتا اخر، فقال ايهن اي زدني، فانشدته بيتا اخر، حتى انشدته 100 بيت. انشد الرسول صلى الله عليه وسلم 100 بيت، تمام كده يا شباب؟ فايهن يعني ايه؟ زدني. طب بل هي يعني اترك، بل هي يعني ايه؟ يعني اترك. طيب بعد كده يا جماعه عليك بمعنى الزم، ممكن يجي معاه اسم الفعل الامر في صوره يعني شبه جمله جار ومجرور او شبه جمله ظرف. ممكن اسم الفعل الامر ممكن يجي في صوره شبه جمله جار ومجرور او شبه جمله ايه؟ ظرف. مثلا عليك نفسك، يعني الزم نفسك. لكن لما اقول عليك واجب كبير، لا المعنى اختلف هنا.
يبقى خد بالك معايا كده، يبقى ممكن تيجي يا جماعه عليك بمعنى اسم فعل امر بمعنى الزم، وممكن تيجي بمعنى ايه يعني حافظ على نفسك مثلا، او عليك مسؤوليه كبرى يعني اكلفك انا بمسؤوليه كبرى. تمام، طبعا هنا حسب معناها في الجمله بتعامل. طب دونك الكتاب اي خذ الكتاب، وممكن تيجي كلمه برضو تانية بمعنى هاؤموا، زي مثلا قوله تعالى هاؤموا اقرؤوا كتابيه، يعني خذوا اقرؤوا كتابيه. تمام يا شباب. طيب مكانك بمعنى اثبت، تمام، امامك بمعنى تقدم، اليك عني اي ابتعد عني، اليك عني يعني ايه ابتعد عني. فدي يا جماعه معظم الكلمات اللي بتجي لنا دايما في اسماء الافعال، سواء اسم فعل ماضي او مضارع او امر. تمام. طيب برضو ملاحظات هامه جدا جدا، الاسماء اللي احنا درسناها واتكلمنا عنها دلوقتي يا شباب هي اسماء معظمها سماعي عن العرب، يعني احنا سمعناها من العرب واصطلحنا عليها خلاص. اما احيانا ياتي اسم الفعل الامر على صوره قياسيه، امتى؟ لما يجي على وزن فعالي. يجي على وزن ايه؟ فعالي. طب امتى يجي على وزن فعالي؟ لما يكون الفعل ثلاثي متصرف تام. لما يكون الفعل ايه يا شباب؟ ثلاثي متصرف تام. طب زي ايه؟ حذاري من الفعل احذر، ولك حذاري الكسل او حذاري الغش. تمام؟ او نزالي، تمام كده، اصله انزل. او تراكب، اصله ايه؟ اترك. تمام كده؟ يعني مثلا اقول لك ايه؟ مثلا وليكن يجي لك جمله يقول لك اترك القلم. حول اسم الفعل الامر الى اسم فعل امر. حول الفعل الامر الى اسم فعل ايه؟ امر. فالصيغه المناسبه هتبقى ايه؟ تراكي. تمام كده؟ وممكن يجيب لك اختيارات متنوعه، اتركي او مثلا اترك او ما اتركه او اتركا او تراكي. والكاف طبعا تحتها كسره، ما بحطش ياء. الكاف تحتها ايه يا شباب؟ كسره. فادي الفكره كلها. طيب اسماء الافعال مثل الافعال تحتاج الى فاعل، تمام كده، واذا كان الفعل في معنى الفعل المتعدي فبرضه يحتاج لمفعول به زي ما قلنا من شويه. فبقول مثلا سرعان انتشار العلم او انتشار العلم، فانتشار هنا يا جماعه هتبقى ايه؟ فاعل مرفوع علامه رفع الضمه الظاهره. طب عليك نفسك، هتبقى نفسك هنا يا جماعه طبعا بمعنى الزم نفسك، فتبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه الظاهره، والكاف طبعا ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه. فاذا دلوقتي يا جماعه ده بالنسبه للاسئله الموجوده عندنا. تعالوا سريعا كده نحل بعض الامثله او الاسئله السريعه، وطبعا تدريب شامل شويه. بيقول يا جماعه ايتها الطالبات، طالبات طبعا عندي هنا تبقى نعت مرفوع علامه رفع الضمه، حذاري من التهاون فانه مثال للتاخر. مثال هنا يا جماعه تبقى خبر ان مرفوع وعلامه رفع الضمه. انتن فتيات مصر عليكن العمل في كل الميادين. الميادين هنا طبعا يا جماعه تبقى مضاف اليه مجرور عن جر الكسره، بيجي بعد كل دايما يعرب مضاف اليه. واوعى تتخدع، الميادين مجرور عن جر الكسره، دي مش جمع مذكر سالم. تمام؟ دي جمع تكسير صيغه مفعول الجموع. بجد ونشاط حتى لا تقعنا في مواقف سيئه. هنا فعل مضارع هيبقى ايه بقى؟ مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. طب يعني بس قبليه حتى وقبليه لا، تمام كده؟ طيب خد بالك معايا، هو المفروض اصلا يبقى فعل مضارع منصوب، طبعا في حتى، لكن هنا فعل اتصل بنون النسوة، يبقى فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون ايه؟ النسوة. ونون النسوة ضمير مبني في محل نصب، او في محل اسف رفع فاعل، في محل رفع ايه يا شباب؟ فاعل. طب في مواقف سيئة، فالطالبة والعالمة كلتاهما تعملان، تعملان هيبقى فعل مضارع مرفوع علامة رفع ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وألف الاثنين طبعا ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. طب خد بالك برضو معايا جملة تعملان ديت جملة فعلية في محل رفع خبر، الطالبة دي مبتدأ والعالمة معطوف، وكلتاهما دي توكيد معنوي، خد بالك معايا. طيب فما أعظم الفتاة التي تعمل من أجل رفعة وطنها، وآه من الفتاة التي تكسل في عملها. طب استخرج من الفقرة بقى ممنوعين من الصرف، أحدهما مجرور بالفتحة والآخر مجرور بالكسرة. إحنا طبعًا طلعنا المجرور بالكسرة اللي هو الميادين، تمام؟ طب أما مجرور بالفتحة بقى اللي هو بيبقى نكرة مش معرب بالألف واللام، كلمة مواقف. اسم مجرور عن مجرور الفتحة لأنه ممنوع من الصرف. طب اسمين فعلين مختلفين بين نوع كل منهما، عندك حذاري، تمام، اسم فعل امر خلاص كده بمعنى احذر، تمام كده يا شباب، والاخر اهن اسم فعل مضارع بمعنى اتالم. طيب تعالى بعد كده يا شباب ملحقا بالمثنى واعربه، طبعا نراجع كده على المنهج القديم، برضو المنهج القديم يا جماعه محتاج مننا ايه؟ تنشيط للذاكره. فالملحقات بالمثنى اللي هي ايه بقى؟ اثنان واثنين، تمام كده، وايضا او اثنتان، وايضا كمان يا سيدي كلاهما وكلتاهما، تمام؟ فانا عندي كلمه كلتاهما انا اعربه ايه؟ اعربها ايه؟ هتبقى توكيد معنوي مرفوع بالالف لانه ملحق بالمثنى. اسلوب تعجب واعرب متعجب منه هيبقى ما اعظم الفتاه، متعجب منه هنا هيبقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، مختص بين صورته واعربه، هيبقى عندك انتن
فتيات مصر طبعا عليكن دور كبير. فعندك فتيات هنا تبقى مفعول به منصوب بالكسره لانه جمع مؤنث سالم لفعل محذوف تقديره اخص او اعني او اقصد. اخر حاجه يا جماعه زن تقعنا على وزن تفعنا. طب في ماده ايه يا جماعه؟ طبعا هتبقى في ماده او هتبقى تعالنا اسف، يبقى تقعنا على وزن تعالنا وهيبقى طبعا ان الواو هنا محذوفه ويبقى وقع ده يا جماعه ده الاصل بتاعه، يبقى نكشف عنه في ماده وقع. والميادين في ماده ميدا، اما بجد في ماده جددا. الميادين في ماده ايه يا شباب؟ جددا. تمام كده يا شباب؟ بكده نكون طبعا انتهينا من تدريب طبعا على وعد، ارجو ان يكون ان يحوز اعجابكم، على وعد بلقاء اخر. كان معكم مصطفى الشرقاوي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.